استاذ محمد، مساء الخير. قول لنا اخبار الساعه السكانيه ايه وانت موجود امامها الان في طريق صلاح سالم، بقت 87 مليون 766 طبعا نسمه. من امام الجهاز المركزي للطابع بقى طبعا ما يقارب ال 800 نسمه دول كانوا في اقل او في خلال حوالي 3 ساعات بعد وصول عدد السكان الى 87 مليون تقريبا في الساعه 7 الا ربع. وصل عدد السكان الى 87 مليون نسمه، وفي خلال ال 3 ساعات دول كان في زياده ما تقارب ال 800 مواطن في جمهوريه مصر العربيه في الداخل. طبعا مصر بتحتل المركز السادس عشر عالميا من حيث عدد السكان، والثالث افريقيا بعد نيجيريا واثيوبيا، والمركز الاول في الشرق الاوسط من حيث عدد السكان. ايضا محافظة القاهرة لا زالت تحتفظ بصدارتها في عدد السكان، حيث وصل عدد سكان القاهرة اليوم الى حوالي 9 مليون و2 من عشرة مواطن، وتأتي في المرتبة التالية بعد محافظة القاهرة محافظة الجيزة، حيث وصل عدد السكان اليوم الى حوالي 7.5 مليون مواطن. وفي المركز الأخير من حيث عدد السكان وصل اليوم في محافظة جنوب سيناء، وهي المحافظة الأقل عددا في السكان، الى حوالي 172 ألف مواطن. ده خلال اليوم النهارده عدد السكان الاخيره، او حسب الاحصائيات الاخيره للجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، اي ما يعادل تقريبا 4 اطفال في الدقيقه الواحده بيولد فيها حوالي 4 اطفال. استاذ محمد، هل مشهد الساعه بيستوقف حد من الماره سواء في السيارات او على اقدامهم؟ وهل حد علق على الموضوع ده؟ يعني في الناس بتاخد بالها من الساعة ولا عادي؟ هذا الموضوع هو يعني هام جدا. السؤال طبعا هو عشان اتفضل. ويمكن اغلب المره اللي كانوا لاحظوا الساعه، يمكن كان في طبعا كاميرات بتلتقط اللحظه الحاسمه دي اللي كانت كل الكاميرات واقفه منتظراها. كان في يمكن حد ناس من المره كانوا بيقولوا احنا عارفين ان النهارده هنوصل 87 مليون، لكن يعني في يمكن البعض ما اهتمش، وفي البعض الاخر وقف ينتظر اللحظه اللي تصل فيها اللي يصل فيها عدد السكان الى 87 مليون. يمكن في ايضا ناس بداوا يلتقطوا الصور مع عدد السكان عندما وصل الى هذا الرقم. شكرا جدا استاذ محمد سلامه، مراسلنا من امام الساعه السكانيه.